Alice, hi, how are you? How are you? Good to see you. What a pleasure. التعاون العسكري والأمني بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لا يقتصر فقط على تزويد هذه الأنظمة بالأسلحة المتطورة بل بالخبرات والعلوم العسكرية وبالأخص ما يتعلق بالشأن العسكري. بعض المراقبين يذهب بعيدا إلى حد اتهام بريطانيا بإعداد وتهيئة القادة الجدد للمشايخ الخليجية، وخير دليل على ذلك أكاديمية سانت هيرس البريطانية للعلوم العسكرية التي تخرج منها عدد كبير من أمراء الأسر الحاكمة في الخليج وخاصة في قطر والبحرين، ومنهم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ونجدي حاكم البحرين وعددا كبيرا آخر من الأمراء، حتى أطلقت الصحافة البريطانية عليهم لقب شيوخ سانت هيرس. هذا التعاون وجه بانتقادات من قبل أحزاب المعارضة البريطانية التي دعت إلى وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية ووقف تدريب الأمراء من أعضاء العوائل الحاكمة التي تقمع المواطنين في الخليج. King Hamad Hall at Sandhurst Military Training Academy a few months ago, and King Hamad Hall was renamed from Mons Hall, which was commemorating a World War I battle, to King Hamad Hall because King Hamad gave Sandhurst £3 million. شيوخ سانت هيرس عرف عنهم بطشهم وتعذيبهم لمواطنيهم، ومنهم ناصر حمد الخليفة نجل حاكم البحرين الذي نزعت محكمة بريطانية الحصانة عنه بعد اتهامه بتعذيب ناشطين. فهل من علاقة بين العلوم التي يتلقاها هؤلاء في سانت هيرس وبين تصرفاتهم العدوانية وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان؟